أسلمتكم، أنا سانيا حندوس، مقدم روحي مرشحة على قائمة الحزب الدستوري الحر، القائمة نمرو 2 رقم 2. القائمة متكونة من سي كريم كريفة رئيس القائمة، متكونة من شخصي سانيا حندوس، سي كمال الغنوشي، مدام سنيل المسعودي، سي يوسف بن علي، مدام هدى الجلاسي، سي عبد الحق الخياري، مدام عروسية القرماني، سي هشام الفرجاني، ومدام أميرة بوزقرو. احنا مرشحين على الحزب الدستوري الحر على دائرة سوسة سوسة. البرنامج نتاعنا حضرناه مش غيان كو دي تيتخ، احنا البرنامج نتاعنا مدروس، درسناه وعرضناه في دي ميتينغ في برشا مرات مع ناس خبراء من الميدان. عملنا البرنامج الاقتصادي، البرنامج الصحي، البرنامج التربوي، البرنامج الثقافي، برامج عديدة حطيناهم في الفلاير ملخصين للعموم اللي حاب يطلع عليهم. احنا ما نوعدوش، ما نعطيوش وعود، اما البرنامج نتاعنا هو اول حاجه الاصلاح، باش نصلحوا شو فما، معناها برنامج اصلاحي في القوانين نتاع البلاد في برشا حاجات، ومعناها مانيش نعطي وعود معناها هكاك كيف ما مستنسي العباد يعملوهم. احنا توس كومبرومي الا احنا باش نكونوا كتله ان شاء الله، معناها ما فيهاش سياحه حزبيه، كتله تكون تخدم من نهار الاول، نفذ البرنامج اللي احنا سطرناه في الحزب نتاعنا، ونكونوا معناتها عند حسن ظن الناخب نتاعنا، وان شاء الله ما ناخذوش ناخبينا.